السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله سوف نحاول أن نتم درس معادلة مستقيم، وذلك بتصحيح التمارين المنزلية التي أعطيتكم إياها في الحصة السابقة. لذلك المرجو منكم أن تحضروا كتاب المدرسي، دفتر التمارين لنقل تصحيح، وكذلك البحث الذي أنجزتموه لكي يتسنى لكم أن تعرفوا الأخطاء التي ارتكبتموها. إذن سنبدأ بالتمرين 20 صفحة 204 من الكتاب المدرسي. سوف أحاول أن أقرأ التمرين. إذن تمرين 20 يقول: حدد معادلة المستقيم دي المار من النقطة A أفصلها واحد أرتبها ناقص واحد، والموازي للمستقيم دلتا الذي معادلته إغراك تساوي 5X ناقص 3. إذن لكي نحدد معادلة مستقيم يجب أن نعلم أن المعادلة المختصرة لمستقيم ما تكتب على شكل y تساوي ax زائد b، وكما أشرنا في الحصة السابقة a يمثل المعامل الموجه أو نسميه أيضا ميل المستقيم، والعدد b يمثل الأرتوب عند الأصل. إذن لتحديد معادلة مستقيم يجب أولا أن نحدد المعامل الموجه كمرحلة أولى، من ثم نحدد الأرتوب عند الأصل كمرحلة ثانية. إذن لنحدد معادلة المستقيم دي، قلنا المعادلة المختصرة للمستقيم دي تكتب على شكل، إذن هذا هو الشكل العام للمعادلة. هنا لدينا معطى جد مهم، ألا وهو أن المستقيم دلتا يوازي المستقيم دي، وكما نعلم أن عندما يكون مستقيمين متوازيين فإن لهما نفس الميل أو نقول نفس المعامل الموجه. إذن أنا بالنسبة لي معروف المعادلة ديال دلتا مذكورة في التمرين، إذن دلتا معادلته هي هذا معطى في التمرين y تساوي 5x ناقص 3. إذن أنا بالنسبة لي في هذه المعادلة هذه المعامل الموجه ديالي هو 5، قلنا المعامل الموجه هو المعامل اللي كيكون مضروب في x، إذن المعامل الموجه هو 5، وبالتالي قلنا بما أن دلتا والدي متوازيان غادي يكون عندهم نفس المعامل الموجه. إذن A يعني أنا دابا كنحاول أنني نحدد المعامل الموجه للمستقيم دي، قلنا A كيساوي 5 لأنه عنده نفس المعامل الموجه ديال دي. إذن كمرحلة أولى لقد نجحت في أن أحدد المعامل الموجه للمستقيم، إذن هنا عرفت A. المرحلة الثانية لابد أنني نحدد ماذا؟ الأرتوب عند الأصل، وهذه الطريقة اللي غادي نتبعو دابا هي نفس الطريقة اللي دائما كنخدمو بها في جميع التمارين. إذن لنحدد الأرتوب عند الأصل ب، عندي المعطى الذي يقول A النقطة A تنتمي إلى D، لأن في التمرين مذكور المستقيم D يمر من A، إذن A تنتمي إلى D. كنمشيو كناخذ المعادلة ديالي العامة اللي هي هذه y تساوي ax زائد b، وكنعوض فيها الأرتوب y a يعني أرتوب a وأفصل a والمعامل الموجه اللي جبرت في المرحلة الأولى. إذن y a تساوي ناقص واحد، المعامل الموجه اللي لقينا في المرحلة الأولى هو 5، ضرب x غنعوضوه بالأفصول ديال a هو واحد، زائد بي، بي هو المجهول ديالي هو الأرتوب عفوا عند الأصل. إذن
كنحصل على واحد المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، كنقدر نحسب ب بكل سهولة. إذن قلنا ناقص واحد تساوي خمسة زائد ب، ومنه ب تساوي ناقص واحد ناقص خمسة، لأن خمسة ديناها للطرف الأول ورجعت ناقص خمسة ناقص واحد. إذن ب تساوي ناقص ستة. بما أنني حددت المعامل الموجه وحددت الأصول، عفوا الأرتوب عند الأصل، المعادلة ديال المستقيم دي هي كالآتي: إيكغاك تساوي المعامل الموجه اللي لقينا خمسة إكس، والأرتوب عند الأصل هو ناقص ستة. إذن هذا كان هو حل التمرين 20 صفحة 204. إذن نمر للتمرين الموالي. إذن تمرين 24 صفحة 204 يقول: حدد معادلة المستقيم دي المار من النقطة O والعمودي على المستقيم ذي المعادلة Y تساوي 5X ناقص 3. إذن هنا المطلوب منا هو أننا نحدد معادلة المستقيم دي. إذن لنحدد معادلة المستقيم دي، قلنا المستقيم دي يمر من O، هنا معروفة O هي أصل المعلم. إذن والمعادلة المختصرة، بما أن هذا المستقيم يمر من أصل المعلم، فإن المعادلة المختصرة ديالو هي Y تساوي AX. هذه شفناها في الحالات الخاصة في الفقرة الأخيرة ديال الدرس، قلنا أي مستقيم يمر من أصل المعلم فإن معادلته المختصرة تكتب على شكل Y تساوي AX، بحيث A هو المعامل الموجه. إذن حنا في هذا التمرين غادي نحاولوا نكتبوا المعادلة ديالنا على هذا الشكل، وخصنا نجبروا أو نلقاو A المعامل الموجه. إذن كمرحلة أولى لنحدد المعامل الموجه A، بما أن الدي عمودي على المستقيم دي المعادلة، وقالوا لنا هذا الدي راه عمودي على واحد المستقيم دي المعادلة Y تساوي 5X ناقص 3. حنا شفنا في الدرس ديالنا إذا كان مستقيمان عموديان فإن جداء معامليهما الموجهين يساوي ناقص واحد. إذن أنا بالنسبة لي إذا خديت المعامل الموجه ديال هذا المستقيم وضربته في المعامل الموجه ديال هذا المستقيم، خاصني نلقى ناقص واحد حيث هما متعامدان، متفقين؟ إذن يعني أن جداء معامليهما الموجهين يساوي ناقص واحد. هذا الشرط غادي نحاولوا نترجموه على الشكل الآتي: إذن A يعني المعامل الموجه ديال المستقيم D ضرب 5 المعامل الموجه ديال المستقيم الثاني يساوي ناقص واحد. وبالتالي هنا بسهولة كنقدروا نحددوا A، 5 كتمشي للطرف الثاني ترجع ناقص واحد على 5. إذن ها أنا حددت المعامل الموجه ديالي. هنا ما غاديش يكون عندي الأرتوب عند الأصل، لأن هذا المستقيم يمر من أصل المعلم، وبالتالي معادلته كتكون على هذا الشكل، ماشي بحال المستقيم اللي خدمنا عليه في التمرين السابق، ما عطاوناش المعلومة أنه يمر من أصل المعلم. إذا كنحاول نكتب المعادلة ديالو كانت بشكل مختلف، كان عندي زايد الأرتوب عند الأصل، في هذه الحالة لا، لأنه يمر من أصل المعلم. إذا كنعوض A بالقيمة اللي جبرنا وكنكتبوا المعادلة ديال المستقيم دي، واضح؟ إذا نمر للتمرين الموالي، هو تمرين 26 صفحة 204، عفاكم تبعوا معي في الكتاب المدرسي. إذا نقرأ التمرين: نعتبر النقاط A B و C، يعني معروفة الإحداثيات ديال كل نقطة. أولا حدد معادلة دي واسط القطعة AB. ثانيا حدد معادلة دلتا واسط BC. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا قال لك المستقيم D واسط AB. تعريف ديال واسط قطعة: هو مستقيم يمر من منتصف القطعة والعمودي على حاملها.
إذا بالتالي أول حاجة أن هذا المستقيم هذا دي عنده واحد النقطة كيمر منها كيقطع فيها أبي اللي هي المنتصف أبي، وحنا عندنا الإحداثيات ديال أبي نقطتين أ و بي. إذا شفنا في الدرس السابق كيفاش كنقدر أنني نحدد إحداثيات منتصف قطعة. إذا قلنا لنحدد معادلة دي واسط أبي يعني أن دي يمر من منتصف أبي. أولا لنحدد إحداثيتي أم منتصف أب. إذا قاعدة تقول إكس أم تساوي إكس أ زائد إكس بي على 2، والأرتوب يساوي إيغريك أ زائد إيغريك بي على 2. إذا هنا تطبيق عددي للإحداثيات المعطاة في التمرين، كنلقاو أن الأفصول ديال المنتصف ديال أبي هو 3 على 2، والأرتوب ديالها هو 1، وبالتالي إحنا حصلنا على واحد النقطة تنتمي إلى هذا المستقيم اللي غادي نحتاجوها من بعد. إذا إحنا قلنا لتحديد معادلة مستقيم خاصنا نقلبو على المعامل الموجه لهذه المعادلة أو لا الميل ديال هذا المستقيم. الميل او معامل موجه هو كيعنيو معنى واحد. وفي مرحله ثانيه نحدد الارتب عند الاصل. اذا نبداو بالمرحله الاولى لنحدد ميل المستقيم ابي. الميل بتعريفه عندنا في الدفتر ديال الدروس قلنا هو ايغريك بي ناقص، يعني ميل مستقيم يمر من نقطتين مختلفتين. شفنا في دفتر الدروس هو ايغريك بي ناقص ايغريك ا على اكس بي ناقص اكس ا. كاين اللي غادي يمشي يعمل ايغريك ا ناقص ايغريك بي، وقلنا خصو يحترم الترتيب حتى في المقام على اكس ا ناقص اكس بي. دونك هنا كلتا الحالتين الجواب كيكون صحيح. اذا تطبيق عددي كنلقاو بان المعامل الموجه ديالنا يساوي 4، ومنه المعادله المختصره حنا كنعرفوها بطبيعه الحال ديال المستقيم تكتب على شكل ام اكس زائد بي بحال اللي قلنا قبيل ا اكس زائد بي. دونك هادو واحد العددين اللي حنا كنحددوهم. دونك حنا ام يعني المعامل الموجه ديالنا هو هذا، ديجا حددناه لقينا هو ناقص. اذا هنا لقينا الام 1 ياك اللي هو 4 الميل ديال ا بي، وحنا دابا شنو خصنا الميل ديال دي. وبالتالي شنو كنعمل؟ انا كنعرف ان دي و ابي متعامدين. بما انني جبرت الميل ديال ابي فان القاعده كتقول لي الجداء ديال المعاملين الموجهين يساوي ناقص 1. اذا كنعمل انا 4 ضرب المعامل الموجه ديالي كتساوي ناقص 1، وبالتالي ام في هذه الحاله غتكون ناقص 1 على 4 كيف ما خدمنا في التمرين السابق. إذن حنا جبرنا المعامل الموجه، دابا خاصنا الأرتوب عند الأصل. إذن قلنا دي يمر من منتصف أبي يعني هذيك النقطة أم اللي حددنا في بداية التمرين كنمشيو نعوضوها في المستقيم ديالنا. إذن كنعملو إيغريك أم يساوي أم في إكس أم زائد بي، وبالتالي في تطبيق عددي كنلقاو أن بي الأرتوب عند الأصل يساوي 11 على 8. وهنا كنكتبو المعادلة ديالنا، ها المعامل الموجه اللي جبرنا والأرتوب عند الأصل، وهنا كنكونو حددنا معادلة دي واسط القطعة أب. إذا ندوزو للسؤال الثاني والذي يقول حدد معادلة دلتا واسط القطعة بي سي. نفس الطريقة لأن احنا كنقولوا أن بما أن دلتا واسط بي سي يعني دلتا هو واحد المستقيم الذي يمر من منتصف بي سي والعمودي على حاملها. إذا هنا جوج معطيات أساسيين هو أنه كيمر واحد النقطة اللي أنا قادرة نحدد الإحداثيات ديالها اللي هي منتصف بي سي، و ثانيا أن كاين تما عندي التعامد، وحنا في التعامد كنقدروا نستغلوا هذا المعطى باش نلقاو المعامل الموجه. اذا لنحدد احداثيتي النقطه ان منتصف بي سي، اذا حنا عندنا الاحداثيات ديال النقطتين سي و بي،
طبقوا القاعدة ديالنا دائما، xn تساوي xb زائد xc على 2 و yn تساوي yb زائد yc على 2. هنا غادي نديرو التطبيق عددي ديالنا وغادي نلقاو بان النقطة n منتصف bc، الأفصول ديالها 0 والأرتب ديالها 1 على 2. داكوغ؟ إذا دابا كيجي الدور عاود ديال المعامل الموجه. بالنسبة لنا حنا نقدروا نحددوا المعامل الموجه ديال بي سي باش نستنتجوا المعامل الموجه ديال دلتا. اذا المعامل الموجه ديال بي سي هو يغاك سي ناقص يغاك بي على اكس سي ناقص اكس بي. هنا تطبيق عددي كنلقاو نيشان ان المعامل الموجه هو ناقص 3 على 2، بما ان دونك هذا المعامل الموجه قلنا ديال بي سي، وحنا كنعرفوا ان معامل الموجه أولا جداء معاملي موجهين ديال المستقيمين المتعامدين كيساوي ناقص 1. دونك غادي نمشيو دابا نخدمو على مستقيم دلتا. قلنا المعادلة ديالو تكتب على شكل Y تساوي AX زائد B، ونعلم أن هذا المعطى جد مهم، أن دلتا عمودي على AB، يعني أن المعامل الموجه ديال دلتا ضرب المعامل الموجه ديال بي سي يعطيني ناقص 1، ومنه كنقدر نستنتج أ. إذا غنديو جوج للطرف الآخر، غادي ترجع عندي ناقص 1 ضرب 2 على ناقص 3، وغتعطيني 2 على 3. إذا حنا استطعنا أن نحدد المعامل الموجه في مرحلة أولى. قلنا دائما المرحلة الثانية هي تحديد الأرتب عند الأصل، وحنا كنعرفوا أن دلتا كيقطع بي سي في المنتصف N، وهاد N حنا ديجا حددنا الإحداثيات ديالها، وبالتالي كنعوضو في المعادلة ديالنا YN تساوي AXN زائد B، كنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها، بما أن YN ها هي الأرتب ديال N والأفصول ديالها هو صفر، وبالتالي باش كتساوي في هذه الحالة 1 على 2. بما أنني قدرت نحدد الأرتب عند الأصل والمعامل الموجه، كنمشيو نعوضو في المعادلة ديالنا العامة، Y تساوي 2 على 3 معامل موجه في المكان ديالو والأرتب عند الأصل في المكان ديالو. إذا هذا هو التمرين 26. ندوزو دابا للتمرين 29 صفحة 205. إذا التمرين 29 غادي نحاول أنني نقراه، تبعوا معايا عفاكم. ليكن دي المستقيم المار من نقطة أ ذات الإحداثيات ناقص 1.7 والموازي لمحور الأراتيب، ودلتا المستقيم الذي معادلته Y تساوي ناقص 5 X زائد 2. أولا حدد معادلة المستقيم دي، ثانيا هل المستقيمان دي ودلتا متقاطعان؟ إذا نبداو السؤال الأول لنحدد معادلة المستقيم دي. إذا حنا كنعرفوا أن في المعطى ديال التمرين قال لك دلتا هو واحد المستقيم يمر من أ ويوازي محور الأراتيب. إذا بما أن هذا المستقيم يوازي محور الأراتيب، دونك قلنا دي جميع نقطه لها نفس الأفصول مثل أ، أي المعادلة هي إكس تساوي ناقص 1. داكوغ؟ هنا عفوا المستقيم دي، هنا المستقيم دي ماشي دلتا، إذا دي هو المستقيم المار من أ ويوازي محور الأراتيب. وحنا كنعرفوا أن مستقيم يوازي محور الأراتيب المعادلة ديالو كيمر من نقطة طبيعة الحال، المعادلة ديالو Y تساوي أ. إذا هنا بما أن الأفصول ديالنا هو ناقص 1، فبالتالي X يساوي ناقص 1، هذه شفناها في الفقرة الأخيرة في الحالات الخاصة. متفقين؟ إذا ندوزو السؤال الثاني، هل المستقيمان دي والدلتا متقاطعان؟ شوفوا معايا الله يرضي عليكم. دونك هنا عندنا دلتا المعادله ديالو هي Y كتساوي ناقص 5 اكس زائد 2. هذا الشكل ديال هذه المعادله، ياك هذه المعادله
دائما ملي كتكون عندي معادله على هذا الشكل، فان هذا المستقيم يقطع محوري المعلم، ولا بد غيكون كيقطع المحورين، محور الافاصيل والاراتيب، في نقطتين مختلفتين بطبيعه الحال. داكوغ؟ دائما. اذا المعنى ديال هذه دلتا يقطع محوري المعلم، وبالتالي دلتا يقطع محور الاراتيب، وبما ان الدي يوازي الاراتيب، محور الاراتيب، فان دلتا والدي يتقاطعان في النقطه ا ذات الاحداثيات ناقص واحد سبعة. متفقين؟ بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه الحصه، الى حصه مقبله ان شاء الله. عفاكم، حاولوا عفوا، حاولوا انكم تنقلوا مختلف اجوبه في دفتر التمارين، وطبيعه الحال تحققوا من الاجابات ديالكم اللي نجزتموها سابقا. شكرا والى اللقاء.